يا جوني الف مبروك يا عريس. كونجراتوليشنز مان. لسه عارف النهارده فرحي؟ ايه الاداء المبالغ فيه ده؟ والله يا سيدوني الليله دي ليله فرح. بس يا جماعه بس يا جماعه بس ما تفرنيش بقى. طب خلاص، هو احنا مستنيين ايه اصلا؟ زفت عمها لازم يجي، في ظهر هنا في طقس لازم الناس كلها تكتمل مع بعض. ايوه ده حقيقي. عم العروسه جه. بومس. ايه في ايه؟ فاكر البنت اللي قلت لك عليها وعجبت بيها وهي بتنشر الالبسه؟ اه صبحه مالها؟ طلعت مش صبحه. اما ايه بايته ولا ايه؟ السخافه اللي انتوا فيها دي. حلو حلو. ايه يا تافه؟ اي اي ايوه ايه اي. هي دي البنت اللي انا معجب بيها، هي دي اللي عايز اتجوزها. يا اهلا يا اهلا، منور الدنيا كلها يا اخوي. اوه ماي جاد، اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، عايز اتجوزها. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحب يا مرحب يا حريت اعرفك الاستاذ عبد الرحيم اخويا، مدرس اول لغه عربيه وخط في مدرسه في مصر. الف مبروك يا عمده. الله يبارك في حضرتك. وديت بنتها صباح. صباح وبسم الله ما شاء الله، اخوها شبهها قوي. لا مش اخوها، ده جوزها. مش ناوي يطلق؟ اتفضل اتفضلوا، نورتونا نورتونا. يا بختك. مكتوب لك يا عريس هتلبس الدبله. اه لا هلبس، انا من ناحيه هلبس هلبس، بس ايه اديني خمس دقايق يعني، هروح اعمل حاجه مش هقول لك هي ايه، وهرجع البس الدبله والبس الليله والبس اي حاجه عايز تلبسها. طب بالاذن بقى اخويا، بتوحشنا كتير اشوفه. يا اهلا يا اهلا يا مرحب. سو ويرد توماس. انا عايز انا قلت توماس بس ايه، عايز اخلع. تخلع؟ لا يا معلم مفيش خلعان، خلاص انت لبست. اولا انت العمده، انت هتلبس دبل كمان خمس دقايق كهارب جو، مفيش خلعان مفيش خلعان خلاص. اتجوز واحده ما شفتهاش. الله، مش يمكن تطلع حلوه؟ وافرض طلعت وحشه؟ اتجوزها انا. عينك يا حيوان، انت انسان معاقب ما تتكلمش خالص. طب ثانيه واحده ثانيه واحده، مش فوق في هديه واشلي؟ وفي معازيم وفي ابو العروسه وفي صوره كبيره لابويا وفي حاجات كتيره، بتهرف ايه يا سيدي؟ اسمعني لغايه الاخر. احنا ممكن نكلمهم بالتليفون ونعرف. بس انا عندي فكره حلوه قوي. ايه الهري اللي انت قلته ده؟ جاب لي فكره اوريجينال. قول. احنا نكلم هديه على التليفون. ونقول لها لو العروسه طلعت حلوه تدينا رنه، طلعت وحشه تدينا رنتين. طب ده اللي انا قلته على فكره. لا ما انت ما قلتش كده، انت قلت في هديه وفي اشلي فوق، وقفت عملت كده. اوكي اوكي، نفذ الفكرة بتاعتي. بتاعتك طبعا. انا انا اللي قايلها يا سيدي. كلمهم. حاسس انها هتطلع حلوه، وانا احساسي تقريبا كل مره بيطلع صح. شرا مش عندي. شات اب. طمنيني، شفتيها؟ شفتها يا اخويا شفتها. حلوه؟ حلوه طبعا، مش خلقه ربنا تبقى حلوه؟ كل خلقه ربنا حلوه. مش عارف كلامك مش مطمني، اوصفيها لي. شكلها عادي يعني، بس مناخيرها مالها؟ كبيره شويتين. كبيره ازاي يعني؟ يا معلم لو على مناخيرها خلاص يتعمل لها عمليه وتصغر وخلاص. صح صح. طب في حاجة تانية كبيرة فيها؟ لا ما فيش حاجة تانية كبيرة غير
شلوفتها اللي فوق كبيرة برضك. هي ايه شلوفة دي؟ شفتها يعني. شفايفها كبيرة. طب دي مصلحة، ده احنا بندور على البنات اللي شكلهم كده زي انجلينا جولي. لا مش زي انجلينا جولي، دي كبيرة كبيرة عندها عيب خلقي يعني. ربنا يعفي عنها، يعني زي جي زي. طب والشلفوفة اللي تحت ايه؟ الشلوفة ما علينا، عاملة ازاي؟ دي تقريبا مش موجودة خالص. او ماي جاد، اللي فوق كبيرة وتحت مفيش، يعني عاملة زي زلومة او سمكة ابو سيف. طب بليز هيت مي، قوليلي باقي الحاجات، قوليلي انا خلاص انا لبست. عشان امانة ربنا يعني سنانها اللي فوق مفلقين وطلعين لبرا شوية كده، وعندها جرح بسيط من قرتها من هنا لحد نص وشها كده. شايلة في وشها؟ شايلة في وشها؟ أنا هتجوز واحدة شايلة في وشها؟ أنا لا حول إيه؟ سكارفيس. طب على فكرة بقى ممكن تطلع مثلا روحها حلو. شرب يلا يا سجون، اطلع هات عروستك عاد عشان نقروا الفاتحة. يلا جوني، يلا حبيبي. معلش يا سجون، مش حمام. طب لا مش دلوقتي عايز اشرب ميه. يلا بس شاوز. يلا بقى بلاش دلع جوني بقى، يلا يا كبير. الله يبارك فيك يا عباس. العمدة زينة الشباب نازلية مختر كيف عمر الشريف. بنتي لا إله إلا الله، حتى بنتي ما سلمتش مني. لا اله الا الله. اطمن يا حاج، اطمن. الدكتور طمني، قال لي انا ما فيش حاجه، هو ارتجاج في المخ والحوض، ما العظم كله متدشدش، وفي ثلاث ضلوع لحد دلوقتي مش عارفين هما فين. يعني اطمن ان شاء الله. بص احنا مش مستعجلين على حاجه، تاخد وقتها في العلاج زي ما تاخد، واي تكاليف انا يعني تحت امرك. بالمره ممكن احلل حتما الاملاح تعب ركبي. زيت يا معلم في المستشفى معاه، اقعدوا زي ما انتوا عايزين. طب بالاذن يا سجوني، الحق اروح المستشفى حكم العربات الالمانيه ديت سريعه قوي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يس. مالك يا جابر قاعد كيف المركب غرقت ليه؟ مستنيك يا كبير، كنت عايزك في موضوعك ده. خير، ولو إن ما يجيش من وراك خير. امبارح قمت من النوم لجيت رجلي. لا قصر وانجز وخلص. رحت للدكتور بتاع الوحدة، قام قال لي لازما ارقد في السرير اسبوع. عاوز تاخد اجازة يا جابر؟ ربنا يديك الصحة. لا ليه بس يا كبير، بقول لك تعبان. انت يا رجل، انت مش لسه واخد اجازة الاسبوع اللي فات؟ الدكتور قال لي العلاج لو ما نفعش لازم نتدلع على مصر عشان اعمل اشعة على رجلي. جابر، ثلاث حاجات مع كلهم شو واصل: السوشي والوكل البايت والاونطة. يا كبير بقول لك تعبان، وانا محتاج الراحة دي قوي. لا يا جابر. وحياة الست هدية عندك يا شيخ. لا يا جابر، جزر وقطمها جحش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. عم جابر
خير يا دكتور طمني. انا اديته حقنه هتنيمه لحد بالليل. طب هو حصل له حاجه؟ الظاهر لما وقع دماغه اتخبطت على الارض جامد، فعملت له حاله هلوسه نادره بتيجي بعد الصدمات. المريض فيها بيتهيأله انه شخص تاني غير نفسه. شخص تاني كيف يعني؟ يعني مثلا لما دخلت عليه كان فاكر نفسه حسين رياض في واسلاماه، وعمال يقول انت فين يا جهاد؟ انت فين يا جهاد؟ وما سكتش لما قلت له انا هنا يا سلامه، انا هنا يا سلامه. ايوه 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 ايوه، ده نفس المرض اللي جه للست شاديه في فيلم عفريت مراتي. لا، ده اللي جه لفردوس عبد الحميد في ليله القبض على فاطمه. الراجل ده لازم ياخد الدواء اللي كتبت له عليه، ولازم كل اللي حواليه يسايسه وتاخدوه على قد عقله لغايه ما يخف، بدل ما يتنكس تاني ويخش في غيبوبه والله اعلم هيفوق منها ولا ما يفوقش. طب هو حيروق ميتة يا عالم؟ يا وجع مربربه، انا ما رضيتش اكلم البوليس، بس انا بحملك المسؤوليه كامله يا كبير لو الراجل ده حصل له حاجه. ذنبه في رقبتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما كانش حقك تهزر معاه جامد كده يا كبير، ده راجل صحته على قده وكان هيروح فيها. خلاص عاد، خلاص عاد يا هدية، ربنا وحده عالم باللي فيه. يبقى شخص ثاني كيف يعني؟ عم جابر، جابو، انت فين؟ انا جاي اطمن عليك، سمعت انك عيان. عم جابر، او ماي جاد، حد شافك وانت جاي؟ فيها ايه لما حد يشوفني وانا جاي؟ فيها ايه؟ الانجليز متنطرين في البلد والبوليس السياسي خارب الدنيا. انجليز ايه وبوليس سياسي ايه؟ ايه الهري اللي بتهريه ده يا عم جابر؟ لا انت مدريتش باللي حصل. لا بقى هتروش وتقول لي حصل وطحينه وطحينه من النوم وجو الثمانينات داخلها. فتحوا الكوبري على ام زهره. فتحوا الكوبري على ام زهره؟ طب وزهره رياكشنها ايه يا ولدي؟ بقول لك فتحوا الكوبري على التلاميذ في المظاهره. التلاميذ؟ اوكي. قول من الاول. اوكي، يبقى احنا لازم نتحرك بسرعه. طبعا لازم نتحرك بسرعه. يلا مش كده، اسرع. يلا يا ولدي مش كده، انا عايز اريحك. لازم نتحرك بسرعه ونخلص من المنشورات اللي عندينا دي يا شكري. شكري؟ هي جابت شكري؟ او ماي جاد. هدية الحقيقي خير؟ عم جابو ساحت منه على الاخر. هو في ايه بالظبط؟ معيش معانا ولا ايه؟ من ساعة ما دولة مصطفى النحاس باشا. وين المنت؟ دولة دي تبقى انتيمة ام زهرة؟ انتيمة مين يا جوني؟ هو قصده مصطفى باشا النحاس. الراجل وقع على دماغه وجاله لطف، ده كده رحمة. من شوية كان فاكر نفسه ماما نوني. معلش سايسو سايسو. المنشورات دي لازم تتوزع النهاردة. وماله نوزعوها؟ ما نوزعوهاش ليه؟ كل واحد عارف المنطقة اللي حيوزع فيها. عارفين. طب انت هتوزع فين يا هنادي؟ الجامعة وشارع قصر النيل. وانت يا شكري؟ شارع شهاب وفرغلي جامعة الدول ان شاء الله. على بركة الله، مد يدكم. كله بامية صح؟ كله بامية ايه؟ مد يدك. الله، الوطن، الثروة. Whatever. بس يا دي كفاية، بس يا دي كفاية صداع. كفاية كفاية، خرب بيتك. كخ يا كخ، كخك ده. ايه القرف ده؟ كوكو. ايوه صح، دي كوكو. كوكو عاوز كوكو؟ اديله كوكو يا هدية. من عيني. كوكو دي، يا دي كوكو بتاعتي انا. كوكو دي، دي كوكو كبير يا كوكو دي، مالك صالح بيه. كوكو دي حرام يا كبير، اديها له يا ما دي زي دي يا كوكو دي. اها اها، كل دي
ماما اتجننت. بيوكلك يا كبير بيوكلك. اتشكر يا حبيبي، باكل لوحدي. كل انت عشان تكبر، يلا كل. شطورة، شايف كيف؟ احسن اخواتك. جامد. بالراحة يا كبير، انت هتعمل عقلك بعقله، هو جدك. انت حد منين انت كمان؟ ده خلفني. معلش يا كبير، الدكتور قال لازم ناخده على قد عقله. انسيسوه انسيسوه يا كبير، ولا يتنكس. خلاص يا حبيبي، خلاص حقك علي انت. خلاص عاد الكبير ده زين. الكبير عفش. لا زين عفش. زين الكبير عفش. شوفينك حل فيه الطفعيه، يا اما تاخذ الوك. يلا كل مام، اقول لك غني له يا كبير، غني له. غني له ايه يا هتير انت؟ يلا يلا غني معايا. هم المام يا روحي يلا جايبه لك نام. كل واكبر لي يا روحي يلا. هم المام هم المام. مبسوط يا حبيبي؟ دش القبضتين المدمرتين. تضربني ليه يا مازنجر؟ ده انا بحبك. انت ابو الغضب وجاي عشان تدمر المدينه. ابدا مش هخليك تدمرها. اتفضل القهوه يا كبير. ها ايه الاخبار النهارده؟ الاخبار زي الزفت. هو الواد فزع مش هيجي عشان ياخده يديله الحقنه؟ انا عارف عوق ليه الواد ده، بعت له من بدري. هدمرك يا ابو الغضب. ماشي ماشي، اشرب القهوه وديك تدمرني. طب وبعدين يا كبير؟ ده اديله اسبوع على الحال ده، هو هيفضل كده على طول ولا ايه؟ تفي من بقك يا وليه، يفضل كده على طول كيف؟ ده اللي قربت احصله. بعد الشر عليك، روق دمك واشرب قهوتك، وان شاء الله ربنا هيشفيه ويريحنا. امين يا رب العالمين. بوووو العاصفة. شيله من قدامي يا هدية. ماشي شيله من قدامي. ماشي تعال يا مازنجر، تعال يا حبيبي، تعال مليكش صالح بابو الغضب. أقول لك تعال ندمر المزدوج في المطبخ. تعال هيا بنا. بلا ماخدة يا كبير، بلا ماخدة، بلا ماخدة يا كبير. أمن جنابك. تأخرت ليه يا جلوس الطين؟ ده مازنجر خارب الدنيا في الدوار. يمين بالله أول ما جنابك بعت لي أنا جيت طوالي. طب شوف هتتنيل تعمل ايه مع جابر ده؟ أمن جنابك. مازنجر يا مازنجر. تعال يا مازنجر، خابر مدام افروديت والدكتور مفيد قلبين عليك الدنيا ومنتظرينك كلاتهم في المختبر. صح. امال ايه؟ اروح لهم. استنى بس، هتروح على فين؟ انا كده كده رايح اخدك معايا نونسوا بعضينا في الطريق. طب اركب وراي. ايوه مليل. دش 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 دش. ايوه بطل مازنجر. الملتحم الجبار. ايوه دش. الكوكب العربيجي. دش. اشرف اشرف. في ايه يا فزاع؟ ايه ما تلعبش بعيد يا مازنجر. ايه الله يخرب بيتك، ما رحتش الارض كيف ما قلت لك ليه؟ واه اديني رايح. طب يلا روح حل بسرعه، الكبير هيستعوجنا وهيطين عيشتنا. هو عامل ايه واقف على السور بيعمل ايه؟ يا نهار ازرق. مازنجر الجبار يطير الطيران الصاروخي. عم جابر عم جابر يا عم جابر يا عم جابر. انت زين؟ يعني يعني فين؟ انت كويس؟ روح انت يا اشرف، روح انت على الارض كيف ما قلت لك، لحسن الكبير ياخد خبر. اوعاك تجيب له سينا بقيتها حاجه. ماشي ماشي ماشي. سلامتك يا عم مازنجر. معلش معلش، الوجعه كانت قويه شويتين يا عم مازنجر. مازنجر ايه يا ده مقبول انت؟ اهدى انت، خفيت ولا ايه؟ خفيت من ايه؟ لا يعني ما انتش فاكر. انا اخر حاجه فاكرها ايه؟ لما كنت واقف على السلم ايه والكبير زقني ووقعت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كبير، حسبي الله ونعم الوكيل. قوم انت من ساعتها عادي يا عم جابر، بقيت كل يوم تصحى لنا بحاله، يوم تعمل لنا عيل صغير، ويوم تعمل لنا عم مازنجر، ولا فاكر يوم لما عملت لنا كابتن ماجد؟ انا
كنت متخربط الخربطه دي كلها. ايوه يا عم جابر. ما مش هيجيبها البر الكبير ده غير لما يقطع خبري. حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا عم جابر، امانه الله، امانه الله الكبير كان متاثر قوي من اللي حصل لك ده، وكان حنين معاك على الاخر وانت مرضان. حنين معاي؟ كيف؟ كان حيسيسك ويدلعك وانت كنت مبهدل اخر بهدله. أنا كنت مبهدل الكبير؟ أيوه، أمال إيه؟ هو كان مستحملك آخر استحمال. بس ألف بركة يا عم جابر إنك رجعت له بالسلامة. جابر مين يا ولد؟ مين جابر ده؟ يشتغل التاني ولا إيه؟ أمال أنت مين دلوق؟ أنا الكبير قوي. إيه حصلت الكبير قوي؟ أنت جنيت؟ إيه اللي بتقوله ده يا كبير؟ أنت نسيت الدكتور قال إيه؟ أنت قلت إيه يا دي أنت ياد؟ ما قلتش حاجة. لا، قلت إني اتجنيت. قلت على نفسي إني اتجنيت. أنا بحب أقول على نفسي إني اتجنيت، ما قدرت أقول عليك حاجة. أنت كبير قوي. طب ادري، روح هات لي الصابون بتاعي من تحت الدولاب. هجيبه لك أنا يابا. لا يا هدية، أنا بكلمه هو. يلا يا طحش. عشان خاطري. غور. بتعمل ايه يا ياد؟ وانا هلبس الصابون حالي ولا ايه؟ وانت عاوزني اعمل لك ايه؟ اشيلك البسك الصابون؟ تعالى قلعني البلغه ولبسني الصابون. معلش يا كبير، هو ما خبرش بيعمل ايه؟ فز يلا. اي 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 عورت. قوم امشي. غور غور، مش عايز منك حاجه. بتصغر لي كده ليه؟ ما تيجي تديني قلمين احسن. يا ريت. بتقول ايه؟ ما قلتش حاجه. طب يلا غور امشي. تهديه. انا رايح مشوار، رايح مشوار بدل ما اصور قتيل الليلادي. وانت يا بنت يا هديه. نعم يابا. اعملي لي كوبايه شاي اروق بيها دمي بدل اللي عكرهولي الطحش ده. حاضر. ولا اقول لك ما تعملي لي كوبايه عصير؟ حاضر يابا. ولا احسن يعني تعملي لي طاجن رز معمر وحطي لي عليه وزه وكوبايه عصير. من عينيا يابا. والله وبقيت كبير قوي يا جابر. انا خلاص ما عدتش قادر استحمل رزالته وقله ادبه. هنعمل ايه يعني يا كبير؟ ما هو انت بس لو ما كنتش قفلت مخك ورميته من فوق السلم ما كانش حصل اللي حصل. يا ريتك كان راح وخلصنا بدل الذل اللي هو ذللهولنا ده. حرام عليك يا كبير، بعد الشر. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. انا اللي ما فهموش ايش معنى الكبير قوي اللي قافش فيه ايدينا يمين؟ ما هو كان كل ساعه بحاله. ايه اللي جرى له؟ ايه كبير. نعم. عندي موضوع عاوز اقول لجنابك عليه. مش وقت تفاهه يا فزاع، مواضيعك كلها تافهه. لا 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 لا، موضوع مهم. نعم. ديك النهار وانا رايح المستوصف مع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ياض يا حلوف، انت ما بتردش السلام ليه؟ الدين لما ترد بعد كده تعلي صوتك عشان اسمعك. ومالك قاعد من قاس كده؟ قوم فز، انت واد ما عندكش ربايه. فز قوم. زيك مسكين يا زلمه. بتبرطن بتقول ايه؟ لا بغني غنيوه في سري، انما للصبر حدود. ومالك ياض لو بوزك كده؟ افردوا افردوا لاسفخ القف افردهولك. تصفخ مين كف؟ وكمان بترد عليا ناقص؟ انا هربيك الفزاع. ايه؟ لا فين الخزرانه اللي في يدك دي؟ ارجع ارجع. هات قدامي على الاوضه. ليه؟ هابطك. هي حصلت خلاص يا بوي، عشان خاطري سامحه المره دي. ما حدش له صالح، ولدي وبربيه. هو ما هيعملش كده تاني، هو حرم خلاص. مش انت حرمت؟ قول له انا اسف. اسف اسف ايه يا جاموسه؟ انت هتعمل عمر راجل الخرفان ده؟ شفتي؟ مش بقول لك ده ناقص ربايه وانا هربيه. اسمع يا راجل، انت راجل كبير، ما تخليش اتغاب عليك. تتغاب على مين يا كلمه؟ يا وجع عن طينه يا مري.
حب على يدك يا كبير، ما تقتلوش، هو ما داريش بيعمليه. قلبي ولدي بيدق فيا، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم القيامة. فزاع، خده على قطه يا فزاع السعادة. معلش يا كبير، هو مج... كبير يا كبير يا كبير يا مراري، رايح فين يا كبير؟ هقتله. هتقتل مين يا كبير؟ حرام عليك، ما تعبيش نفسك يا هدية. هقتله يعني هقتله يا كبير، ده راجل كبير وعيان ومعرفش هو بيعمل ايه. هقتله بعدين نتفاهم. يا كبير استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ده الشيطان ما بيخشش للواحد غير وهو مخنوق زيك كده. صدقي معك حق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بردك هقتله يا كبير. يا كبير ورحمة أبوك ما تربسش دماغك. شوف يا هدية، أنا صابر وساكت كل ده عشان أنا السبب في اللي حصل، لكن خلاص زمن السكوت عدى وفات. غوري من قدامي دلوقتي يا هدية، لا طخك أنت الأخرة. غوري يا كبير، ما كملتلكش الموضوع. بس ما نكسلت فات. شوف أدخل دقيقة أطخ عم جابر وأرجع لك تاني. ما هو الموضوع بخصوص عم جابر. قول. أنا خايف لا تكون حالته اتدهورت ومفكر نفسيه الكبير قوي بسبب الوجعة التانية اللي وجعها معايا وإحنا رايحين. وجعة تانية؟ لا، احكي لي من الأول وعلى رواق. خبر إيه ياد؟ أنت جاي تتحجم على أبوك ولا إيه؟ العفو يا أبوي. أنا كنت عاوز أخذ مشورتك في حدوتة صغيرة قد كده. دلوقتي أنا أعرف راجل مجنون وقع على نفخه عقل رجع له تاني، وعرف إني كنت مستحمله ومستحمل بلاويه وحاطط البلغة في خشمي عشان حاسس بالذنب في اللي حصل له، وقام ساق فيها، ضربني بالقلم قدام الناس، ضربني أنا بالقلم. قل لي يا أبوي، راجل زي ده أكله كيف؟ فزاع، الله يخرب بيتك يا فزاع. فزاع ما شاء الله الذاكرة رجعت تاني. ها قل لي عاد، انت مين؟ انا خدمك جابر يا كبير. شاهد على روحك يا جابر. احب على يدك يا كبير، انا كنت بهزر معاك. تهزر معاي تقوم تضربني بالقلم قدام مرتي وفزاع؟ غلطان يا كبير، والغلط ركبني من سلاسل راسي، بس احب على رجلك. ما تقتلنيش يا كبير، ما تقتلنيش يا كبير، ما تقتلنيش. شوف يا جابر، انا لا هقتلك ولا هقطع عيشك، عشان انا لو قتلتك ابقى حمار. انا هعمل معاك الالعن، انت هتلازمني لحد ما ربنا ياخدك ياخدني. وقفت ليه يا جابر؟ تعبت يا كبير، نفس انقطع. لا شد حيلك يا مزنج، شد حيلك، لسه قدامنا شغل كتير. شوف عاوزك بعد ما تاخذ الشوالات دي تحطها هناك ترجع ترجعها تاني يا كبير. امال عشان تلحق تطلعهم فوق السطوح قبل النهار ما يروح. حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك يا جابر، خدامك يا كبير. وانت شغالك ده عاوزك تغني لي الغنيه اللي بحبها تطلع من بقك زي العسل. هم المم يا روحي، هم المم يا روحي. حسبي الله ونعم الوكيل وانت تكفي يا رب. يبقى يا كبير لو جمعنا اسهم شركه الامير للاساتك البني وشركه مين للحلاوه، شوف يبقى توتال في البيان. توتال ايه وبيان ايه؟ وايه الاساتك البني دي؟ انا ما فهمتش منك حاجه. ما فهمتش ليه؟ ما فهمتش؟
ده بقالي ساعة عمال اشرح. تجنيت ياد؟ تعالي حسك عليه. طب ايه قولك عاد انك هتعاود تشرح من الاول؟ من الاول؟ من الاول يا اما همسكك السلك عريان. حاضر حاضر، بس يا ريت يا كبير تركز معايا. انجز. الكبير قوي الله يرحمه جالنا الشركة من 5 سنين وفتح حساب علشان يشغل فلوسه في البورصة، واشترط ان الحساب ده لازم يكون سري وباسم مستعار، والاسم عاشق السكس. يعني ايه زمزجت معاكو ما لقيتوش الا الاسم اللي كله ايحاءات ده؟ لا ما هو حضرتك هو اللي مختاره يعني، وكان عاجبه جدا. العميل اللي بيختار الاسم؟ اه مال مال. والله يكسفك كابوي، كمل. الكبير قوي اشترى اسهم في البورصة، وبدت الاسهم دي تزيد سنة ورا سنة لحد ما اتقطعت اخباره من سنة وما عرفناش عنه حاجة، لكن باستعلاماتنا عرفنا ان هو توفي، واحنا جايين النهاردة علشان عايزين نعرف اذا كنت عايز تبيع الاسهم دي وتاخد فلوس ولا تستمر معانا في الشغل. فهمت يا كبير؟ ايوه فهمت، فهمت يا خفة. الحمد لله. الاسهم دي عاملة كام دلوقتي؟ عاملة 6,657,000 جنيه فقط لغير. 6 مليون جنيه؟ ايوه. بيع يا خال. بس كده؟ هي دي الفلوس؟ لا 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 لا، مش على طول كده يا كبير. ان شاء الله تشرفني في المكتب ونعمل شوية اجراءات بسيطة كده وتقبض الفلوس بما انك الوريث الوحيد للكبير قوي على حسب استعلاماتنا، مش كده؟ يعني يعني هي استعلاماتكم يعني اكدت يعني ان انا الوريث الوحيد للكبير قوي؟ طبعا. الله ينور الله ينور. بنورك بنورك يا كبير. ايوه انا الوريث الوحيد للكبير قوي، أنا الوريث الوحيد. على خيرة الله. وده كارت خاص فيه رقم تلفوني وعنوان الشركة. اسمك بهلول. بس مش في اسطنبول. امشي يا خفة امشي. خد تعال اثنين، خد تعال. وانت برا ما تبقاش ترغي مع الناس. ليه؟ مش عشان حاجة، العين قدك ده وعفسه. ماشي يا كبير. توكل. فمن الله. اسم بهلول. بهلول. الأهالي بتسمي الأولاد يعني عشان يوصل لك ده. ليه يا فزاع؟ ما هو جوني خذ العمودية وخذ فلوس حلوة مش وحشة. وأنا الفلوس دي مش هاخدها ليه يعني، أنا يعني حدسها له بس يكبر وينضج ويعرف يصرفها. تعرف الواد ده لو خد الفلوس يعمل بيها ايه؟ هيصرفها في الهفق ويصرفها في تبال اهلك من اساسه. بكلمك ليه انا؟ يقول من وشي. انا جنابي. خد تعال خد تعال. جبت لي الفيلم بتاع افاتار اللي عايز اسهر عليه؟ كيف ما جنابك امرت، رحت الواد شميس بتاع نادي الفيديو وقلت له الكبير هيقول لك عاوز افاتار. لقيناه بس ما لقيناهش النظاره. وجنابك قلت لي ما تجيبوش الا ومعاه النظاره السريديه. ربنا ما بيديش كل حاجة يا ولدي. بس الواد شميس عطاني التي بي دي تي وقال لي الفيلم ده هيعجب الكبير. نوعيته ايه الفيلم ده؟ ما خبرش، كان اسمه هيخربط في بالي. هيقول لك سيف اوف. سيف اوف؟ ده يبقى حربي. ليه يا كبير؟ ده بتاع شنطة رفولتا. الرقاص جايب لي فيلم رقص اسهر عليه؟ طب كنت جبت شرقي يا اخي. ليه يا كبير؟ الواد شميس هيقول لك جلابك ده مليان اكشن وطح. هيبقى زين زين. خذ ياد، حسك عينك حد يعرف اللي حصل هنا، فاهم؟ أمر جنابك. ايه هذه النظرات دي ياد؟ أبصد لك عينيك، خور من وشك. Thank you.
مربربة. Good morning, Johnny. جوني مورنينج مان، شكلك لسه ما فوتش. وفي ايه اللي بيحصل ده؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ جود مورنينج مستر جوني. انت مين؟ با ما عرفني نيشي؟ أنا الكبير. لا أنا الكبير. أنت جوني، بص على تاتو، بص في المرايات. علي الطلاق لو ما قلت ليه اللي بيحصل لكون مكسر الدوار ده كلات على البوغ. كام داون جوني، كام داون. الأمور دي ما بتتخدش بالقفش. اهدى اهدى. كيف عاوزني اصحى من نومتي القى نفسي لابس بنتكور وفلينا بنك وقصص شعري كيف ماريا كاري وتقول لي ده؟ اولا هي عمرها ما عملت اللوك ده. ثانيا عاوز تفهم ولا مش عاوز؟ تشوز. قصر فهمني، مين ابن الكلب اللي عمل فينا كده؟ واتش يور ماوث مان، انت كده بتغلط في داد. جس وات، انا اللي عملت كده. تعمل كده في اخوك عادي، لكل فعل رد فعل، وانت اللي ابتديت. ولا ناسي البورصة والستة مليون ستمية سبعة وخمسين ألف جنيه كبير؟ الله يخرب بيتك يا فزع الكلب. وزي ما انت قررت انك تاخد الورث اللي سابهولي داد، انا كمان قررت اخدك كلك على بعضك. هتعمل ايه يعني؟ زي ما انت شايف انا بقيت الكبير وانت بقيت جوني. وعملت كده كيف؟ عملت عملية، بدلنا وشوش بعض. هو وش تكيف يا ولد ابوي؟ So funny. عملت عملية فيس اوف، نقل الوش. دي بقت عمليه مشهوره جدا، اسهل من عمليه اللوز. طب والوش ده هيروح متى؟ الوش ده عمره ما هيروح ابدا. هتفضل طول عمرك جوني. يعني وشي هادف عندك. لو خطيت خطوه واحده هتخك والناس هتعتبره دفاع عن النفس. تقتل اخوك عادي. سو وات، ما انت اللي ابتديت. باي ذا واي، قبل ما اعمل العمليه اتنزلت لك، يعني لما كنت انا جواك جوا البادي بتاعك. لما يا مش فاهم حاجه. يعني من الاخر اتنزلت لنفسي عن العموديه وعن انا هبقى كل حاجه وانت ولا حاجه. امسك يا فزاع. يا دي ابو رياله يا اهبل، اقول لك امسك يا فزاع تقوم مصدق؟ تشهد على روحك يا جوني. يا مري بتعمل ايه يا جوني؟ انت اتجننت. هدية بعد هدية ده جوني. سيب الفرفر ده ربني يهديك. بعد يا بنت خليني اطخ واريح الناس من الشرور. بعدي. لا لا جربي جربي يا مراتي يا حبيبتي، دافع عني. بعد يا بنت ما تلتقيش فيه كده. امسك يا فزاع. يا دي بتهبل، يعني اهبل ما لسه عاملها فيك دلوقتي. ما امسك يا فزاع. تعهدني بيه. استهدي بالله امال. بعد تعالى معايا، ده انا هجوزك هالنومه. وديه البوليس. هو ايه اللي حصل يا كبير؟ It's crazy. بيجي مجنون، بيجي مجنون مخبل. ربنا يستر. انا ما عملتش حاجه، انا بريء. جوني هو اللي خد وشي. خش قدامي يا مذنب يا ابن المذنب. يا جماعه انا الكبير اللي في الدوار ده يبقى جوني. اخد وشي. قعده حلوه قوي يا رجاله. الله، ايه اللي جابك هنا يا خواجه؟ بس يا للطقوة، ده خواجة جاي سياحة، سيبوني أنا. وأنت مين اسم الله على مقامك؟ أنا اللي هاخدك وأفسحك في الزنزانة. وأنت اسمك إيه يا عاد؟ أنا الهرم. والله شكلي أعملها معاك يا هرم. تعمليها مع مين يا قطة؟ هتخربشيني؟ لا، ما هي عمرها ما كانت بالشكل واصل. قسما عظمة اللي هينزل فيكو يده ولا يبص يمين ولا شمال لاجي اسقفلي على قفاه. فاهمين؟ فاهمين.
فادي يا كرومبو. نعم يا سيد الناس. عاوز كوباية شاي تقيلة حبر. حاضر يا سيد الناس. مالك يا قطة؟ مالك؟ هتقعدي تسيقي طول الليل ولا ايه؟ عاوز انام، خلصي. حاضر يا سيد الناس. مين برضك؟ يا الله ادرس. يلا نخرب، يلا نخرب. انتوا اللي بعدكم جوني. ايه ايه جوني؟ مالك في ايه؟ صح اللي جوني. يلا 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 قول 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 يا سيدي. اهو قول قول. يا جوني اول مره تركب بوجي. لا انا مش قادر افهم انت ليه جايبنا تاني عند الدوار. جوني احنا لازم نهرب دلوقتي حالا ونروح على امريكا. يا ابني الموقف بقى خطر جدا يا حبيبي. انت من ساعه ما اتقبض عليك والكبير مشدد الحراسه على الدوار، ولسه لما يعرف انك هرب. يا جماعه ما هو ما ينفعش. ايه ده؟ امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل. لازم لازم ادخل الدوار. دوار ايه؟ دوار ايه يا سيدوني؟ الكبير خلاص حطك في دماغه، ورجالته لو شافوك هيتخوك طوالي. نو واي. لازم ادخل الدوار. ايه ده؟ انت جننت؟ انت مش سامع حد بيقول لك ايه؟ طب بلاش، مش شايف الحراسه اللي على الدوار دي كلها؟ عادي جوني، don't be stupid. انت بتقولي مين ستوبد؟ بتقولي مين ستوبد؟ صلى على النبي. في ايه؟ صلى على النبي. في ايه يا سيدوني؟ في ايه؟ ما ينفعش يقول ستوبد. معلش سي توماس خايف عليك وبيقول علي فيه مصلحتك. قول له ستوبد ليه طار؟ قول له سوري. جوني سوري بجد، ما تزعلش مني، بس بجد الموقف بقى خطر. انا عايز افهم حاجه، انت عايز ادخل الدوار تعمل ايه؟ يا جماعه ما هو جوني. جوني؟ اقصد اقول الكبير 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 معاي الباسبور بتاعي. يعني معاي الباسبور بتاعي، اسافر اركب الطيارة ازاي؟ هاو هاو. صح. طب هتدخل الدوار ازاي دلوقتي؟ I have فكرة بالانجليزي. I have idea. توماس يا اشرف. افتح لهم الباب يا عنداوي. ركز. ها ايه اللي انتوا شايفينه ده؟ وداخلين بيه فين؟ دي سداده. السدادة كانت بتتنظف وإيه؟ جبناها؟ وخلصت فدي ابنها. عدي عدي. استني خلاص. إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ أنا هقول لك هدية. أنت لحالك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كوح يا هديرة. أنا الكبير. الكبير؟ ويا اهلي دخلك جوا السجادة. عم باخد شاور، عن هزر وفكيني الأول وحكي لك على كل حاجة. كحرتيني يا بنت، كحرتيني. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك. كحرتيني. يا مري. اكتم يا بنت، اكتمي. أنا الكبير اللي معاك في الدوار ده يبقى جوني. من تحل شخصيتي. اعمل لي عملية نقل وش. فيس اوف. تعرف ايه؟ يعني صدقتيني؟ قولي والله. ولا مؤاخذة. يا ليل
يا بقرة والله العظيم أنا كبير يا بنت، أنا كبير. طب شوفي أنا حسيبك واسأليني عن أي تفاصيل شخصية بيني وبينك، إذا جاوبتك غلط صرخي ولم علي الناس خلاص؟ ها. طب أنا اسمه أمي إيه؟ شموع. طب أكتر مطرب بحبه مين؟ ست بدرية السيد. طب أكتر أغنية بحبها لها هي إيه؟ الموال بتاع يا نخلة تعطي جريدك شكني سلك. ماشي. طب إحنا تاريخ جوازنا كام؟ تاريخ جوازنا تاريخ جواز شفت عاد؟ اكتم يا بت، اليوم ده كان كله مطر وزعبيب وابوكي كلاوي بوزة عشان الجماعة بتوع الفيديو اتقلب من الميكروباص وماتوا قبل ما يجوا، قاعد زعلان كيف فرح بنته ما يتصور شيء. أقول لك على أمر تاني، لما جينا نكتب الكتاب ما لقيناش الشهود، عائلتكم كلها ولا واحد حده بطاقة، حتى في الآخر جبنا الواد صبي الغزية والنبطشي عشان يبقوا شهود، صح ولا لا؟ صح، بس أنا ما خبراش برضك كيف تبقى الكبير يعني؟ يا بنت قلت لك عملية نقل وش؟ أنا أسمع النقل دم، نقل كبد، إنما نقل وش؟ اللي حصل عادي هدية. افتح يا هدية. أنا عمري خبط عليك الباب يا هدية. أنت يا هديرة يا باقرة. طب الدهرة أنت دلوقتي الدهرة. يلا يا بنت. باه بقالي ساعة بضرب على الباب ما فتحتيش على طول ليه؟ معلش يا كبير ما كنتش سامع حقك علي، كنت عاوز حاجة يا كبير؟ أبدا، أصلي سمعت صوتك وانت بتصرخي. أصلي لقيت بورصة فتخلعت. أو ماي جود، أصلي وأنا بخبط عليك سمعت صوت حد معاك معاك ده تلقاه التلفزيون. طب ايه اللي جاب السجادة دي هنا؟ السجادة؟ السجادة دي انا جبتها عشان كنت عاوز اغير الديكور. اوكي ماشي انا نازل اندلع، نازل اندلع، لو عوزتي اي حاجة مني اديني مستكول وانا هقابلك في الهول. بقول لك يا كبير، ها مش انا وانا بقلب في الدولاب النهارده لقيت شريط الفيديو بتاع الفرح بتاعنا وقعدت اتفرج عليه. اوه ده كان يوم جامد قوي. شوفي يبقي سيبيه لي عشان اتفرج عليه واستعيد الذكريات الحلوه يا باقرة. اطلع اطلع ماشي خلاص. صدقتيني يا هدية؟ يبقى موضوع نقل الوش ده صح صح. أتاريه كل شوية أشوفه قاعد مع الدكتور بيتودودوا. دكتور مين ده؟ الدكتور ربيع بتاع الوحدة الصحية. دكتور ربيع؟ حرام عليك كفاية كده. هانت فضلك حقنة كمان وتبقى قفلت ال 12. أبو سيدك كفاية كده. أضربها لك فين دي؟ جسمك ما بقاش فيه مطرح سليم. أبوس رجلك كفاية حوان. شوف أنت عايز إيه وأنا أعمله لك يا كبير. يعني أنت معترف إني الكبير؟ أيوه والمصحف الشريف أنت الكبير، أنا معترف. شوف أنت عايز إيه وأنا عينيا ليك يا كبير. عاوزك كيف ما عملت العملية وغيرت وشوشنا ترجع لي وش تاني وتسيب جوني من غير وش؟ انا عايز وش في علبه. عينيا هجيب لك وش في علبه والفها لك لفه هدايا كمان. احنا نزرب احنا نزرب. اسمع انت تخليك هنا ووعاك تتحرك، انا اروح اخدر جوني واجيبه هنا ونعمل العمليه. مش هينفع يا كبير. انا برضه قلت انت نفسك فيها. لا ما اقصدش انا اقصد ان جوني محضر اوضه العمليات في الدوار مش في العياده. تاهت والجناه يلا بينا على الدوار. يا سلام ايه الفقاقه دي؟ ما لو شافونا داخلين مع بعض انا وانت يا ناصح هيشكوا فينا. انت هتردح لي. على العموم ما تخافش، سيب موضوع الدخول ده على ياني. آه!
الشرف عندك؟ دول سدتين كانوا. أنا سألتك؟ أنا سألتك؟ Look at me. بص لي. شوف لي. أنا سألتك؟ نزل السجاجي. السجاجيد. نزل السجاجيد. نزل. افرد. افرد. ما أنت هتشوف ال. Well, well, well. ايه المفاجأة الجامدة دي؟ تصدق اني كنت بدور عليك؟ Oh my God. دكتور ربيع، طب مبهدل الراجل اللي معاك ليه؟ أشرف، ودي الكلابيب دول على الأوفيس، المكتب، وسيب لي جوني. أنا بحملك المسؤولية كاملة. يا عم اتنين. ايه ده؟ فيزو شكله هيتغابى وهيتشقى، روح ثبته. ثبته. ياد ملك ماي سيادك دي ليه ياد؟ عاوز ايه انت؟ رالي لي نفسك في سجاده؟ فاكر شغل الاطفال ده هيعدي عليا؟ عيب، ده انا الكبير. انت خابر زين ان انا الكبير، وحفضل طول عمرك كبير. طول عمري. ربنا يديك طولة العمر، للاسف مش هتلحق. ليه يعني؟ أشرف موته. أشرف أنت جنيت ولا إيه؟ هتخري، أنا الكبير يا أشرف. اللود موت عشان أنا قلت أشرف أنت قلت أشرف. مين قالك أساساً إن ده أشرف؟ أمال أنت مين؟ أنا توماس يا معلم. والله العظيم يا تخو أنت الكلب سبب في كل المصايب دي. يا مري هتخلص على مين يا كبير؟ تتكلمك ده ليه ياد؟ انت مين؟ انا مرتك هدية. ما تقوليش كده، ما تقشعرنيش. ارمي سلاحك يا كبير. فزاع؟ ايوه فزاع اللي هيخلص عليك. فزاع فينيش هيم. امر جنابك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. شنبي يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، يا فزاع. ايه يا كبير؟ ها جاية. ها الله يخرب بيتك يا طرف ولدي. يا فزاع جاي. ها يا كبير. امن جنابك. انت فزاع ولا هديه؟ العفو يا كبير، فزاع. انطق انطق. امن جنابك. فزاع فزاع. اسمع، عاوزك تروح الجوري صحيح من النوم، عندنا ميعاد مهم في البورصه، خايف نعوق على الناس. يمين بالله انا قلت قلبي جنبك الابيض، ما حيطوعكش تسرق اخوك. تسرق اخوك؟ يلا يا جحش يا ابن ال. يا خبر ابيض، ده كان حلم صايع جدي. اهدي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الخير يا هدية. صباح الخير. جوني جوني جوني. نعم. ممكن اخد اللابتوب بتاعك ثانيه عشان اشوف حاجه على النت؟ لا لا مش ممكن يا جوني، هعملها بسرعه. انا قاعد على النت، انا قاعد على النت. الخمادي جوني. جوني بقول لك ايه، انا بديني اللابتوب بتاعك بس ثواني عشان اللابتوب بتاعي مهنك، فعايز اشوف حاجه. حيل في عينك لما شفته في ايدي زي امبارح برضه، شفتني باكل موزه هتغير طعم بوقي. مش هديك حاجه، انا قاعد على النت يعني قاعد على النت. لا خلاص ما خلص، خده. يلا كل واحد يطلع على اوضته عشان هنروق. لا انتوا متفقين عليا يا جماعه، انتوا متفقين على هديه. انت مش لسه مروق امبارح؟ هو انت بتسمي الكاسيتين دول رويق؟ لا بسميهم ترويق. اديني بس دقيقه هتشكل ميل البريد الالكتروني بتاعي، بعد كده هطلع فوق. ماشي. او ماي جاد، نجحت. نجحت في ايه؟ نجحت يا توماس، نجحت يا اشلي. هو النجح في سنه كام ده؟ هو لسه بيتعلم؟ طب جوني قول لنا انت نجحت في ايه عشان نفرح معاك. قبل ما نيجي المزاريطه كان في مسابقه في امريكا بيدوروا على حد هيبقى بطل فيلم تايتانيك 2. واو. قدمت صوري وسقطت على الموضوع وجاز وقت. لا 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 لا، ما تقولش ان هم اختاروك عشان تبقى بطل فيلم تايتانيك 2.
يعني مش قوي كده، هما نقوني انا وعشرة كمان وهيصفوا ما بيننا. ايه يا جوني ده؟ ونجحت وجو لسه هيصفصفوا ما بينكم؟ يا ابني ما تبقاش كئيب ومحبط، انت عارف في كام واحد من العالم قدم على المسابقه دي؟ زربيح. نقوا من الزربيح ده كله 10 وانا منهم، يبقى فرصتي ايه كبيره. بس تعرف في مشكله. ايه؟ عايزيني احضر مشهدين واعملهم قدامهم. يعني هتسافر امريكا تعملهم وتيجي؟ اه ايه؟ وافرض ما نجحتش يبقى كده طخيت المشوار على الفاضي وجيت؟ ايه التخيط دي؟ ما انا مش فاهمك بصراحه، يعني ايه المشكله لما اروح واجي؟ احلق حاجه زي كده يعني؟ لا لا مش قصدي تحلق، بس يعني فهمهم ان انت مش في امريكا، وان انت ممكن لو ينفع يعني ان انت تصور المشاهدين هنا وتبعته لهم على الدي في ديز او ده اسمه فاتي بقى. انت بتركب في اي حاجه وتفتي وتقول اي هتخش في اي حوار تفتي وخلاص. بشوف لك حل يا جوني في ايه يعني؟ ناس بسيطه ده هوليوود بقول لك. وتايتانيك يلا اطلع على فوق عشان عاوز اروق واخلص. يا جماعه انتوا بتحبطوني ليه يا جماعه؟ بقولكوا تايتانيك 2. بقول لك ايه يا سي جوني، انا عادي لي 3 ايام روح في مناخيره وما طيقش نفسي وما لكسش لت وعجل، هتقومه ولا او ماي جاد؟ هديه. مبروك يا ست هديه، مبروك يا كبير. طمني يا دكتور عندي ايه؟ ايه يا كبير؟ تفتكر هقول لك مبروك المدام جالها الضغط؟ مبروك المدام حامل. انت بتتكلم صح صح؟ وانا بهزر معاك ولا ايه؟ مش وقت، خليك معايا. انا هكتب لها على شويه مقويات وفيتامينات، وخلي بالكم الحركه الزياده والعصبيه مش كويسين عشان الجنين. طب عدم لا مؤاخذه يا دكتور، سؤال صغير قدك ده. ايه؟ وانت بتكشف عليه لقيته واد ولا بنت؟ لقيته كومي، ما بيبانش دلوقتي لسه، بعدين في جهاز اسمه السونار هو اللي بيبين اللي كان ولد ولا بنت. قومت حضرتك بقالك نص ساعه عم تكشف عليها بالسماعه. يعني انا لو سمعت صوت الجنين خشن يبقى ولد، ولو سمعته ناعم يبقى بنت. انا زهقت، الأدوية دي تجيلها وأنا هعدي عليها بعد أسبوعين، ولو حصل لها حاجة أو ما حصل لهاش حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. سلام عليكم. غور الله يعكنن عليك. ألف مبروك يا بنت. مبروك عليك يا كبير. أخيراً ويددت. مبروك يا أم الواد. إيش معنى يعني هيطلع واد؟ ما يمكن تبقى بنت. والله لو بنت وشبهك يبقى خير وبركة. بيني وبينك أنا معاوز يعمل حكاية الصنان اللي هيقول عليها البشمهندس ده. كل اللي يجيبه ربنا كويس، المهم تقومين لي أنت بالسلامة. يسلمك يا كبير. مين؟ أنا جوني. تعال يا جوني، تعال قول لي. ألف مبروك يا كبير، ألف مبروك يا هدية. الله يبارك فيك يا جوني. اهدي، أنت العك تعرف هي مفيش حاجة بتستخبى في البلد دي ولا ايه؟ لا الدكتور اللي شكله مجرم ده هو ماشي حكالي على كل حاجة. بجد خبر بمليون يورو. طول عمري كان نفسي حد يقول لي يا انكل. من قلبي ريلي مبروك. الله يبارك فيك يا ود ابوي. ها فكرتوا في الأسامي؟ أنا رأيي لو ميل ذكر يعني تسموه تيستو، ولو بنت تسموها براكسا. طيستو ايه يا عم انت وبرخصة ايه؟ لو واد هسميه العتري عشان يبقى فيه مزيكا. اسمع كده. العتره الكبير الكبير قوي، شايف القفله؟ ولو بنت هسميها دام العز على اسم ستي الله يرحمها. لا يا اخويا انا هسمي عيالي اسماء حديثه، يعني لو واد هسميه مهند عشان يطلع رومانسي، ولو بنت هسميها نانيس. سو ويرد، ربنا يكون في عون الاطفال دي. يا جماعه دول احباب الله، نص البلد اسمها نانيس. يعني ايه نانيس اصلا؟ انتوا مش عارفين يعني ايه بتقلدوا؟ خلاص هاتوا حاجة مبتكرة، مفيش منها كتير. يعني عاوز اسميه صباخ يعني عشان يبقى مميز. رايحة فين يا بت؟ عشطانة هقوم اشرب. يا بت انت بقرة يا بت، مش الدكتور قال لك تقعد وما تتحركيش من السرير واصل؟ عاوزة أي حاجة قولي لي، أنا أروح أجيبها لك وأجي. عشطانة؟ قولي لي، عايز أشرب مي. أروح أجيب لك مي. يا أخينا، في حاجة؟ دي غرفة نوم، ده جاي تحلق. أحلى إيه يا عم؟ أنا بس متأثر الكلام تاتشي يعني كان. يلا يا حني، يلا يا حني، يلا يلا. والله وحتبقى دادي.
ماي جاد او ماي جاد، ردوا عليا. مين دول اللي ردوا عليك؟ بتوع مسابقه التمثيل بتوع امريكا، بعتوا لي ايميل موافقين. لا يا راجل، شفت بقى مش قلت لك؟ قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا لي ممكن ابعت الدي في دي ماكسيمم شهرين. طب بيس جدا، شهرين ده وقت كافي قوي. احنا عايزين نالف مشاهدين بقى جامدين جدي، حاجه اللي بتبين الهيرو، عارف، عشان يتوهموا بيا قبل ما اروح. ممكن نعمل ده بتاع ماتريكس، عارف لما كان البطل جاي عليه الطلقه مين؟ اللي هو ده، بس هتعمله انت بحبل طبعا، هتشدني بحبل عشان معاش. وممكن التاني كمان بتاع سوبرمان لما خد حبيبته وطار بيها من فوق الروف وعمل وش الجان. سوبرمان ايه وماتريكس ايه يا ابني؟ الناس دي عايزين مشاهد اوريجينال، يعني محدش شافها قبل كده. طب هنلحق امتى نالف مشاهدين دلوقتي؟ سيب الموضوع ده عليا. سيب الموضوع ده عليا، يعني تنيل تعمل ايه يعني؟ هكتب المشهد وهخرجه لك. انت عارف ان انا من زمان عندي الملكه دي، احب القصص والتاليف والاخراج وال تصدق معاك حق، انت طول عمرك فتاي وراجل كذاب طب مش بتصدقني؟ الحقيقه لا. يبقى سيب الموضوع ده عليا. برضه بقول لك انت بالنسبه لي فيك، يعني مفقوس. انا عارف ده موضوع وده موضوع تاني خالص، انا فاهم كل حاجه، بس سيب الموضوع ده عليا. يا ابني قصدي انك مش متصدق. سيب الموضوع ده عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله ما انت جايبه، انا اروح اقلع لحالي. ما انا ما كنتش هقوم اصلا. ماشي ماشي يا ام العتره، ما هو اللي يلقى دلع او ما يدلعش. يا دي انت مولع سجاير؟ لا ما مولعش. انت شربت سجاير النهارده؟ ولا سجاره واحده. طب كنت قاعد مع مدخنين؟ ايوه عادي، كنت قاعد مع مدخنين. لا مش عادي، انا مش طايق ريحه الدخان دي. اخفي الهدوم دي برا، اخفيها. اها اها، ادي الهدوم اها، وادي ريحه السجاير. ها روحي يا ريحه. واه اقدر هتجيب لنا ريحه الهدوم اللي في الدولاب. هذه العبايه، هذه العبايه. اها قولي لي عاد تقري ايه؟ ده كتاب جابهولي جوني اسمه الدليل الشامل لرعاية الأطفال والأحداث من فترة ما قبل الولادة حتى سنوات المراهقة. بيقول ايه الكتاب ده؟ بيقول ان الوحدة في أول الحمل بيبقى خلقها في مناخيرها، ولازم كل اللي حواليها يطوعوها ويسمعوا كلامها في أيوتها حاجة. ليه؟ عشان ما تتزربنش. وبيقول لك ان الوحدة ان تزربنت بيبقى خطر عليها وعلى البيبي. ربنا ما يجيبش زربنا. قولي لي صح، انت كلتي ولا ما كلتيش؟ لا ما كلتش. واه ينفع قده كل ده من غير ما تاكلي؟ قده البيبي يطلع لايح. والله ما قدر اكل يا كبير. لا لازم تاكلي. شوفي انت قولي لي نفسك في ايه وانا اجيبهولك ان شاء الله، لو كان اي حاجه. اي حاجه؟ اي حاجه اي حاجه. طيب انا عاوزه سوشي. جوني توماس انا بجد متوتر. لا جوني في ايه؟ فك يلا ريلاكس نفس. برو ايه بقى المشهد؟ على فكره انا استشفيت من لبس انه هطلع امين شرطه، بوقف تريلات. اوستا اوقف رخص. لا 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 خالص. بص جوني انت علي يا ويكا، المواطن المصري الاصيل، ابن الجنايني المصري الاصيل. بص الكلام ده كله بيحصل قبل الثورة، بالرغم من فقرك وشعرك إلا أنك قدرت أنك تدخل كلية الشرطة. المشهد ده بتقابل فيه حبيبتك اللي هي إنجي بنت الإقطاعي، الراجل اللي هو الباشا الكبير. المشهد ده أنت بتقول لها فيه أنك بتحبها بالرغم من الفرق الاجتماعي اللي ما بينكم. دي حلوة، في دراما في الموضوع، يعني في 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 تحدي. بس تعرف في مشكله صغيره، حاسس انه مش اوريجينال، يعني سمعه قبل كده. شايفه؟ شفته فين يعني يا معلم؟ شفته شفته. يعني انت لما فتحت اللابتوب بتاعي؟ لا. يبقى ما شفتوش يا معلم. انا لسه كاتبه امبارح. ممكن. طب بقول لك ايه؟ يا بعيدا عن اي حاجه، مين دي؟ دي قمر. لا مش بقول لك انت شايفها ازاي وايه ميولك، مين دي؟ دي الغزية بتاعت الموالد، قمر الزمان.
دي قمر الزمان؟ يا امال غدر زمان يبقى ازاي؟ طب ودي ايه اللي جابها هنا؟ يا معلم دي انجي اللي هي بنت الباشا بطلة المشهد. دي بنت بنت الباشا؟ دي بنت الباشا؟ المشاهد دي رايحة هوليوود. ما هي نو يا جوني، بس اعمل ايه؟ مفيش واحدة رضيت تعمل الدور غير دي، انا اعمل ايه؟ المشهد رومانسي يعني لازم يتصدق، دي ازاي هيصدقوها؟ ازاي؟ بعدين تخيل سبيلبرج بيتفرج على المشهد، تخيل. يا معلم الناس دي مش عايزين يشوفوها، ما لهمش دعوة بيها خالص، عايزين يشوفوك انت، الفوكس عليك انت، مالكش دعوة. بص بقى انا هشيل كل ده في المونتاج. مونتاج هيعمل ايه؟ هيعمل يا نهار اسود جاي علينا. تكون سمعتني؟ عادي يعني، ايه المشكلة؟ بقول لك يا اخويا انت وهو، انا ما حدش اتفق معايا على المصلحة دي، كمان اول مرة اشتغل موديلز. لوحدها موديلز. انا بقول لك اهو، انا هاخد في المصلحة دي 25 جنيه، ما ينقصوش مليم احمر، زي اللي باخدهم في المولد. رد رد على بنت الباشا، رد. اوكي يا قمر، بصي احنا هنديك اللي انت عايزاه. طب اهرش. اهرش؟ مش عايز اهرش، اهرش ليه؟ ابي بالالمونيا يعني. كلميني عربي. طب عربك بليز. اللحاليح، الكتاكيت، البرادس، الفلوس. ما تتنيلي قولي فلوس، اتنيلي قولي فلوس. خلاص خلاص يا جوني خلاص. ايه 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 يا 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 خلاص خلاص، معلش معلش يا جماعه. انت ايه يا ست الكل، انت جاهزه؟ ست الكل اللي هي تنسطر، اول مره حد يحترمني. طب معلش اتسطر. ها يا جماعه جاهزين؟ جاهزين. اوكي اكشن. انجي علي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. عوقت ليه يا جدع وخشتني عليك؟ انا قاعده مستنيك النهارده من الفجر. طب ورحمه ابويا اللي هي اعدمه يا رب، كل يوم بقعد استناك هنا في الجنينه. كات. ايه يا جوني في ايه؟ ساكت ليه؟ ايه مالها؟ واحدة بقى فترة مش فتش البوي فريند بتاعها، بتقول له عوقت والجنينة، يرد البوي فريند؟ يرد؟ ايه يا ست الكل في ايه؟ ما بتقوليش الكلام المكتوب ليه؟ بقول لك ايه، الكلام بتاعكوا ده يا اخويا ملعبك، وبعدين انا ناصحة وواعية، عارفة انتوا عايزيني اقول ايه؟ انا هقول لكم اللي انتوا عايزيني اقوله بالوايم كده، بالفهلوة والحداقة. ايه الصعب في النص؟ ايه الصعب؟ عايز افهم. اللي انت قلتيه ده متنيل اصعب 100 مره من المكتوب، وبعدين ما تتنيلي تقري المكتوب وخلاص. اقرا ايه وانيل وانا بعرف اقرا؟ وبعدين يا حبيبي انا مش جايه مدرسه. بقول لك ايه، عاجبك عاجبك، مش عاجبك اديني حبيبي فلوسي وامشي، عندي اسبوع. طب خلاص خلاص معلش. جوني جوني مونتاج، كل ده مونتاج. اوكي يلا. اوكي جاهز؟ اه. طب يلا كل واحد من الاول بقى، من الاول. ايه ده؟ مكانك يا ست قمر. قمر ايه؟ قمر ايه؟ قمر بالستر. جاهزين؟ هنعمل تاني. ها؟ ثانية واحدة. اوكي. أنا اكشن. انجي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتأخرت عليكي. انت عوقت ليه وخوشتني عليك؟ انا قاعدة النهاردة من الفجر جدع مستنياك، والاخويه اللي بيني وبينك انا كل يوم بستناك هنا في الجنينه. ام سو سوري يا حبيبتي، بقالي 3 ويكس ما خدتش اجازه، عندي امتحانات ميد تيرم وما ذاكرتش حاجه. لا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمك واشوفك لوا، بس مش عارفه لا علي كده يعني، انا ما كنتش مصدقه ان انا هبقى مدلوقه عليك وابقى عايزه اشوفك على طول. ايه جدع مالك منشي كده؟ الله اصغدني، هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ لا ما وحشتنيش يا انجي، ما وحشتنيش. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان بشوفك في كل حاجه. بشوفك في قرص الشمس، في قرص القمر، في قرص الفيتامين سي الفوار، بشوفك في فوم النسكافيه. اعترف لك بحاجه؟ لما بتوحشيني قوي بطلع الورده اللي اديتها لي زمان في عيد الشرطه اللي فات. يا لئيم، انت لسه محتفظ بيها؟ دي زمانها عفنت. بتقول لك عفنت يا عم؟ مشهد رومانسي بتقول لي فيه عفنت. مونتاج، كل ده مونتاج. مهما عفنت ومهما كمكمت هفضل محتفظ بيها. عارفه ليه؟ ليه؟ بتفكرني بيك. باجمل عيد شرطه عدى عليا، وانت كمان لازم اديكي حاجه تفتكريني بيها. لا 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 بوسه ما ينفعش، احنا لسه ما ارتبطناش. النوج. خدي دي.
ماي جاد ام بليدنج انوج. الخبوة دي عليه انت اتجننت في حالك يا ولا؟ خلاص انوج انوج خلاص هو ده بس مجرد سكراتش بسيط. سكراتش ايه ونيله ايه؟ صبعك بيشلب دم. هو اكيد مش قصده يعمل كده. ايه يا شاطر انا كنت قاصد ده عشان يعلمك انك ما تهديش بحاجات مش بتاعتك، ناس ما انتش من مقامهم. سيبك منه، الواد ده شكله بيهلفت، شكله مبرشم، انت ضارب حاجه ولا؟ خد القشارب ده اربط التعويره لحد ما اجيب لك الميكروكرول. الميكروكرول غوري هاتيه. تكنيله في غباوتك، تصدق واد عليا انت غبي؟ تكنيله في اللي ربوك، اخس عليك. وانت يا شاطر اوعاك تفكر انك البدله اللي انت لابسها دي ولا الشرايط الحمراء اللي انت معلقها هتخليك توعى لنفسك صح انك ظالم. لا فوق الخلاجات ما هتغيرش اصل اللي لابسها يا ابن الجنيني. اه نو مان نو، الانسان مش بالشميز اللي عليه، نو الانسان بالديتيلز الحلوه اللي بيعملها. انا ما عنديش وقت اقعد اضيعه معاك وارط، انا راجل مشغول عندي ماتش كريكيت مهم في النادي. لكن قبل ما امشي احب احذرك تحذير اخير، تعويره المره دي جت في صوبعك، انما المره الجايه تعويرها تبقى أكبر لأن الهدف هيبقى أسهل وأكبر. كات هاي يا فزاع. فزاع إيه يا حيوان؟ ده مش الشوريل بتاعي، ده ممثل تاني فيه، وبعدين في جملة كلها يحق. إيه الهدف هيبقى أكبر؟ هتهزر بعدين أصل المشهد كله أنا مش مقتنع بيه، إيه اللي بيحصل ده؟ أنت متخيل الشريط زي ده لو وقع تحت إيد مخرج زي جيمس كاميرون؟ إيه الرياكشن بتاعه؟ جوني انا قلت لك قبل كده ان كل الهري ده في المونتاج يا ابني، انت المهم عندي، يعني انا ببروزك. انت شكلك هتلبسني في حيطه. مش ممكن جوني، اهدى في ايه، هتظبط. بقول لك يا اخويا، هي الليله الغبره بتاعتكم دي ما فيهاش طفح. معقوله يا اشلي؟ طب قولي لي يا ست الكل عايز تاكلي ايه على البريك. هو حتتين سمين كده من اي مصمت وجنبهم حتتين طرش. غير ها غير هدوم. ده ماله ده؟ عادي يا ست، السوشي اللي نفسك فيه. لفيت النجوع نجع عديل يومين لحد ما لقيته. ايه ده؟ هو ريحته عاملة كده ليه؟ ما طبيعي يا بت، هو مصنوع من ايه اساسا؟ ده مصنوع من عجينة الجيلي فيش، وده ملفوف بمصارين الاخطبوط الداخلية، وده معمول بمدعوق البحر. لا يا اخويا انا ما عاوزاش اكل من المصاريح ده. يعني ايه ما عاوزاش تاكلي من ايه؟ طالع عيني عشان اجيبه. يعني خسارة فيها يا كبير؟ مش مسألة خسارة يا هدية، بس لازم تاكلي أي حاجة، اقدر أفش عليك وعلى البيبي. أيوة بس البتاع ده ريحته قلبت لي بطني، مش هقدر أكل منيه. معلش، هو ريحته زفرة بس طعمه زين، شوفي. شفت؟ أديك ما استحملتش تحط دنشة في خشمك أها. ما يا هدية لازم تاكلي أي حاجة، إن شاء الله لحسة ركفور. طب أقول لك أنا نفسي في إيه؟ ولا بلاش؟ إيه الحب دي بتنطق يا ولية، طلعت عيني. أنا عاوزة ملوحة. ليه ملوحة؟ الزوجي أرحم يا شيخة. ونعمل إيه يا كبير؟ نفسي جابتني عليها. حاضر، ما أنا لازم أجيب لك، بدل ما الواد يطلع لي زعنوفة في. السلام عليكم. استنى شيل البتعة ده من هنا. أرش سكر وأديه الفزاعة لأنه بسبوسة. فيليب أوغوست، ملك فرنسا. قائد الجيوش الفرنسية. كارل دي مونفرا. آرثر. روبرت ديوك أوف لاندرز. ويليام برنس أوف سواري. هنري دو شامباين. روبرت ديوك أوف ليستر. حامل الدرع الذهبي من أليكسي الثاني إمبراطور بيزنطيا. أوه ماي جاد. مش ممكن، تحفة. تجنن. هو ده اللي كنت عايزه. بس مش عارف، حاسس نفسي شبه الواد بتاع الكوتشينا. هي إيه الشخصية بالظبط؟ بص يا معلم، الشخصية بتاعتنا دي شخصية هي من وحي خيالي طبعا، ابداعي الخاص يعني، وهي شخصية القائد المغوار عماد الدين الأليوبي. عماد الدين الأليوبي، اوكي. المشهد بتاعنا اللي بنعمله دلوقتي هو مشهد في ظل الظروف والحروب الصليبية. بيجي بقى القائد بتاعنا المغوار ده علشان يتفاوض مع الصليبيين والأمراء الصليبيين على الهدنة، على السلام، على شفته؟ بص اكيد شفته فيلم، شفته وانا قاعد في حته، شفته. لا يا معلم صدقني انا واثق. صدقني انت بيتهيألك دي في دي حاجه، ده ابداعي الخاص يا جوني. في ايه؟ ميبي. طب بص، بعيدا عن الكلام ده عايزك في موضوع تعالى. طبعا اتفضل. بص اسالني في اي حاجه انا معاك. يعني انا مش هسالك مين دول ولا انت جبتهم منين، انا هسالك سؤال واحد. تعالى يا حاج،
مين ده؟ ده كبير فرسان المعبد. كبير دي بالمقام مش بالسن. اتفضل يا حاج. هو اسف. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. وايه ده؟ مين ده؟ تعالى يا برنس. مين البرنس؟ ده كبير الخيالة. ده هتصوره بيركب حصان ازاي؟ هتخرجها ازاي؟ قولي جرأة جوني في ايه؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الناس دول كلهم في المونتاج وانت التركيز عليك. بنصورهم ليه طيب؟ بنصورهم ليه لو هنشيلهم في المونتاج؟ جوني لو سمحت ما تتدخلش في شغلي. انا هنا المخرج وانا هنا الليدر. اوكي سير. انت جاهز؟ جاهز. لا مش جاهز. اتفضل روح كمل لبسك والبس الخوذة. اوكي. جاهزين يا جماعة؟ جاهزين يا باشا. قوم يا حاج. انت قاعد ليه؟ امسك سيفك. ترصوا بقى. ترصوا هنا. تعالوا تعالوا وراي. تعال يا حاج. ها جاهزين؟ اكشن! مداش وبعت مرسال من ردلته بيستهزأ بينا المفضوح. الرد الوحيد على شخص زي ده احنا نبعت له جتة المرسال بتاعه. ايه دي؟ ده هو اللي دايب ذات نفسه بانه دريق. حاجة عجيبة. ما يجيبش معاه رجالة تحرسه ولا ايه؟ مفكرنا افيان وبيستهزأ بينا. جود بوي. ريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترا وكبير مشجع مانشستر يونايتد. جومابيل فيليب أغسطس. أبقى ملك إيه؟ ملك فرنسا. ما أنا قلت جومابيل. فرشين يا جميلة الجميلات. أرملة وجاية في أي مصلحة. كوناردي دي مونفرات ملك ألمانيا. ويلد روبرت فروم أيرلندا. والحق أريود أوف رندا. إكسكيوز مي آخر حتة اوف رياندا. معانا وربا وربا اوفر ديو حارس الدرع الزاد امبراطور بيردلتا قائد فرسان المعبد. وحفظتها ازاي دي يا حاج؟ او ماي جاد. اكشلي انا نسيت انا مين. وير ا مينت. انا عماد. عماد الدين خدام العرب. شوف يا عم عماد لو عاوز تخلص موضوع الحرب اللي بيناتنا دي يبقى تسلم واحنا لينا شروط. اكسكيوز مي ما سمعتكش كويس. الأرض دي انتوا مالكوش فيها. بلس لو عايز فعلا سلم اوكي بالنسبة لي قشطه موافق. نعمل قعدة عرب وانتوا اتكلوا على الله بعد ما نتفق عليها وبتحركوا على المين. انت ما عاوز تسلم ليه؟ السلام بتاع ربنا. نفهم من كده انك ناوي على الشر وعاوز تحاربني. لا انت عندك مشكلة في الاستيعاب. انت اللي بتقوله ده عكس اللي انا قلته خالص. اقطع دراعي من هنا اهو ان كنتش بتستهزأ بينا. دراعي ولا ايه؟ انت بتسخريهم ليه؟ ريتشارد انا بكلمك انت ما دخلتش الستات في الموضوع. اكشلي الحرب مش ستايلي قوي يعني انا الوقت ده ممكن اضيعه في حاجات كتير قوي مفيده اكتر. بس لو انت عاوز الحرب سوات. انت بقى اللي انت بتقوله ده يا ابن الحلال. احنا ما احناش قلائل. احنا هندش ملك انت واللي معاك كلياتكم. سو فاني. يو نو وات هيتني. انتم تحرقون زيت الزيتون وإذن فهي الحرب. الحرب 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 الحرب. هي الحرب دي ما فيهاش نسوان. الحرب دي رشفة. بتصور ايه؟ بتصور ايه؟ ايه يا جوني ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا دلوقتي؟ المشهد لسه ما خلصش. اتفضل خش المعركه. ده مشهد؟ ده سلطه بلدي. بعدين انا البطل. بتصورني من ظهري؟ جوني انا المشهد اللي فات بتاع رد قلبي بتاع ايه؟ ايوه بتاع عليا ويكا صورتك من وشك. المشهد ده من ظهرك عشان يبقى فيه فرايتي جوني. طب البتاع اللي انت بتعمله ده كله هتخلصه امتى؟ احنا المفروض نسلم بكره بالليل اخر ميعاد. انا بكره بالليل يا معلم هخلص المونتاج والمكساج والدوبلاج. وقولي الاول انت امتى النتيجه؟ بعد 6 شهور تقريبا. اوكي طيب لسه بدري جدا. على فكره احنا في السيف سايد.
عايز اقول لك حاجه فزاع مقطعك في المشهد دموا ثلاثة لغايه دلوقتي. جوني الحق عشان مش هتلاقي حد تموته. انا هموت فزاع نفسه. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جبت الحاجات؟ كل حاجة تغطيها جبتها. الفراخ جبتها شمر؟ جبت الفروج شمر. والبط والحمام؟ جبت كل الطير وديت الفزاعة عم يدبح فيه وينظفه. وجبت المغاف؟ يا بنت جبت 10 كيلو جبت كل اللي تغطيه مني. ماشي بسم الله ما شاء الله فرحان قوي يعني عم تاكلي معرفين شو سدوكي. واه ايه يا كبير هتبص لي في اللقمة ولا ايه؟ يا بنت ما قصديش يا بنت بس يعني اللي اشوفك اول ما حبلتي كان نفسك طامه واكلك كيف اكل الزرزوره ما عايزاش تاكله خالص بس دلوق بسم الله ما شاء الله عم تحشي كيف الجاموس هالعشار. ابوكي ابوكي اللي سكين العاكر خامس مره يتصل بي يسال على العنوان مع انه جهنه ولا 100 مره قبل كده. معلش يا كبير استحمل حكم السن برضك ما انت عارف هو من ساعة ما تعب آخر مرة بقى بينسى شوية. ينسى شوية؟ ده نعمة منيح على الآخر. يا حاجة درديري أنا مين إيه يا حاجة درديري أنت اللي متصل؟ أنا الكبير يا حاج الكبير جوز بنتك هدية يا حاجة أنا بقى يا حاجة أنا قايل لك العنوان يا جي 100 مرة قبل كده. أنت فين دلوقت؟ هتلقى جامع هتلقى جامع تمام بعد الجامع ده بحر خليك ماشي طوالي تلقى شرق قطر بعديها تلقى الترعة امشي معاه تلقى الدوار زين وعليكم السلام وعليكم السلام ايه انا كبير نسبتك يا حاج تبين انه هبقى مرار طافح. ايه الاستفزاز ده الساعة بقى 3 والنتيجة لسه ما نزلتش على السايت. ما هي مش تبقى 3 بالظبط يعني هتتاخر ربع ساعه 10 دقايق كده. طب ليه يلعبوا بعصبنا ليه احنا 10 تنفار بس بينقوا منهم. جوني دول بيعملوا فيلم تيتانيك 2 وبيختاروا البطل بتاعه مش بيعملوا سنوات الضياع. يعني انا قاعد متوتر ومحروق دمي وانت قاعد مفخد طالع مكان طالع مكان انت توتر شويه انا تعبت طالع مكان حاجه استفزازيه. يا نهار اسود ايه يا ست. لا اللابتوب هنج يا اخي اتنيل عملوا ريفرش. طب خلاص اوكي يا جوني كالم داون في ايه يا نهار اسود. ايه ناقصه هي ناقصه هات هات يا عم انا غلطان اللي اديتهولك. او ماي جاد ايه ايه ايوه يا حد درديري ترى على شمالك حلو قوي خليك مكمل طوالي هو الدوار اللي في وشك ده ماشي سلام عليكم. يا كبير كنت عاوزك في موضوع كده. خير يا جوني. فاكر مسابقة التمثيل بتاعت أمريكا اللي قلت لك عليها؟ ايوه المسابقة عدم لمؤاخذة الراجل ده مخبل. ايوه يا حاج الزرديري عاوز ايه تاني؟ النمرة دي بترن عليك؟ أنا الكبير يا حاج جذبتك حلو قوي لقيت تمثال وقف عندي هو ده الدوار. ايوه شايفه شايفه شايفك يا حبيبي بتعمل لي باي باي شايفه يلا 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 ايه ده يعني من المؤاخذه يا اخوي قل لي guess what ابنوني في المسابقه حبقى بطل تايتانيك 2. صح صح الف مبروك. الله يبارك فيك. وحتسافر متى تصور الفيلم ده؟ بكره بالليل. باه يعني ما تحضرش الولاده ولا ايه؟ الدكتور قال ان هديه هتولد الاسبوع ده. طب انت هترجع متى؟ ما هو ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. انا مش هرجع تاني. انت بتقول ايه؟ دقيقة واحدة افتح الراجل المخبل ده واجيلك. السلام عليكم. حج درديري والكبير قاعد هنا. اهلا 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 يا حج درديري نورت الدار الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامل كيف انت وعيالك؟ عليه يا حج وانا لسه خلفت.
لا إن شاء الله بكرة تخلف، بس ربنا يرزقك ببنت الحلال. حجة درديري أنا جوز بنتك. بنتي؟ بنتي إنهي؟ هدية. آه هدية. معلش يا ابني، أصلي بقالي ثلاث ساعات تايه في السكة لما نفوخي ورم. والراجل الحمار اللي كان قاعد يوصف لي السكة في التلفون معرفش يدلني على الطريق خالص. حمار ايه يا حاج درديري؟ انا ما علينا يا حاج، تعال انا اعرفك. جوني ده يبقى الحاج درديري ابو هديه. بجد والله؟ وصاف مان. وده عارفه سهير شلبي. وحشانه يا ستي وحشانه، من ساعه تاكسي السهره ما شفناكيش. انت فين؟ معلش اصلي بعت التاكسي وهجيب توك توك. هو ايه النظام؟ ماله ده؟ سهير ايه بس يا حاج؟ سهير ايه؟ ده اخويا جوني، اخويا التوأم. سبحان الله، فوله واتقسمت نصين. هو بسموك ايه ده؟ بسموك ايه بس؟ اطلع يا حاج، اطلع فوق اطمن على بنتك. بنتي؟ مالها؟ جرالها حاجه؟ بنتك حامل وعلى وش ولاده. حامل؟ بنتي حامل؟ يا مصيبتي، مين السافل اللي عمل فيها كده؟ هو نفس الحمار اللي كان عمي يوصف لك الطريق. اطلع يا حاج. ايوه ما انا لازم اطلع، لازم اعرف منها كل حاجه، لازم اغسل عاري بيدي. اطلع اغسل، اطلع اغسل فوق، اول اوضه على اليمين. يلا يلا فوق. لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا ازاي سابينه كده؟ طب ما تودوه دكتور. جبت البعيده، ما احنا وديناه الدكتور. امال وديناه للحرفيين؟ ثانية واحدة يا جوني. بتكلم مين يا حاج انت؟ انا عارف واحد رزل قاعد يرن لي، ما خبرش عزيادي. يا دي المرار الطافح. انا يا حاج، انا اللي عم برن لك. وبترن لي ليه؟ عايز حاجة؟ بناخشك، بدلع عليك. اطلع يا حاج عاد. اطلع اعمل ايه؟ تغسل عارك. ايوه اغسل. فيري ويرد. دي راحت منه يا معلم وشكلها مش راجعة تاني. خليك منه، اقعد. ايه موضوع سفر امريكا ده؟ زي ما قلت لك يا كبير، لازم اروح امريكا وشكلي مش راجعة تاني. ليه؟ موضوع التمثيل ده شكله هيظبط هناك يا معلم. بعد ما اعمل فيلم تايتانيك 2 اكيد مش هبطل اعمل افلام. اديك شايف ليوناردو دي كابريو بعد تايتانيك 1 ما قعدش في البيت، قعد ينحت السوق كله. على قولتك تلقاها في كل حاجة، ما في كل حاجة. طب وبعدين؟ هتسيب البلد تضرب تقلب كده؟ انت نسيت ان انت العمدة؟ البركة فيك انت يا برو، انا قررت ان اتنازل لك عن العمودية. سيبك من موضوع العمودية ده، ود اخوك اللي هيتولد ده مش هتشوفه؟ ولا مش فارقة معاك؟ ازاي مش فارقة معايا؟ ده انا هموت واشوفه، بس يعني لازم اكون في امريكا بعد بكرة عشان نمضي العقد. والعقد ده هيطير، ما تقول لهم هتقعد يومين ثلاثة لحد ما البت تولد. مش هيستنوني يا كبير، بعدين بصراحة أنا خايف يعني لو اتأخرت عليهم يدوا الدور لحد تاني، ممكن جدا يدوا الدور لروبرت دينيرو ولا الباتشينو. بعدين أنت ما ترضاش فرصة زي كده تضيع عليا صح؟ لا ما أرضاهالكش. شوف مصلحتك فين وتوكل على الله. لو مصلحتك في السفر سافر يا ود أبوي. منور والله يا ابوي، وانت عامل ايه دلوق وصحتك عامله ايه؟ نحمد الله يا بدي. وهنادي اخبارها ايه؟ هنادي 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 مين؟ هنادي اختي بنتك يا ابوي. اي وي 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 ما انت عارفه عاد الدنيا تلاهي، وفين وفين اما نشوفوها. واه فين وفين اما نشوفوها؟ كيف يا ابوي؟ هنادي دي اللي قاعده معاك. لا هنادي اللي قاعدة معاي، اللي قاعدة معاي الصغيرة. ما الصغيرة هي هنادي. يا قعم رب ربا، ده أنا طول عمري بقول لها يا هند. هند مين يا بوي؟ اللي قاعدة معاك الصغيرة دي هي هنادي. الله، أم الهند دي الناهي. هند دي اللي اتجوزت وقاعدة في أسيوط. الله، اللي قاعدة في أسيوط دي مش هدية؟ يا مراري. خليه يخش. هو مين ده؟ مراري. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا يا اهلا، ازيك يا مراري؟ ايه اتفضل اتفضل اقعد، ثواني انزل اندهلك الكبير. يا ريت، انا لسه كنت حفتحك في الموضوع ده، ده انا عايزه ضروري. شوف انت هتلقاه فين؟ بعيد عن الدوار بكيلو عند الترعه. امر جنابك يا كبير، مراري مزنوق فيك، عايزك ضروري. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ابوك دي حيجيب لي اللطف اليومين اللي قاعدهم حدانه. معلش يا كبير، خده على قد عقله. اخده على قد عقله اكتر من كده. ايه معلش، انت الكبير برضك. هو الكبير هيلقاها منين ولا منين؟ مالك يا كبير؟ نزلوني كسب في مسابقة التمثيل بتاعت أمريكا دي. أمانة صح؟ هيمثل خلاص؟ إيه. طب وإيه اللي يضايقك في حاجة زي دي؟ وقال لي إنه هيسافر ما معودشي. ما معودشي؟ ليه؟ لازم يقعد جهر شغله. طب وهيسافر متى؟ بكرة عشية طيارتها تطلع من مصر. ما هيستناش المولد؟ بلا ما أخزي، هو الكبير قاعد هنا؟ أيوة يا حاج، أنا جاي لك. أمرني. بقى يا راجل أنت قاعد هنا وأنا قالب الدنيا عليك برا. خير؟ فيه راجل قه كده سأل عليك، اسمه مراري. وهو فين دلوك؟ أنا سايبه قاعد فوق مع هدية. طبعاً إذنك يا هدية، ما روح أشوف الراجل اللي قاعد معاك. يلا يا حاج، يلا يا حاج، أوديك الملاهي نلعب التويستر. مين دي؟ إيه؟ أنا ندية. حب على يدك. يلا يا حاج، يلا. جوني، أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت مش هتحضر حاجتك ولا إيه؟ آه، أبا حضرها، حضرها. طب يلا دلوقتي عشان بكرة ما تبقاش مستربع وأنت بتباك. وأنا إيه؟ بتباك؟ لا لا، ما تقلقش، ما... يعني هتصرف، هحضر حاجات. جوني، في إيه؟ مفيش. جوني، في إيه؟ بص، أنا بصراحة يعني مش عارف، ما كنتش متخيل اني هبقى متضايق كده وانا مسافر واسيب البلد كده. خلاص مش هشوف الكبير تاني ولا هدية، حتى البيبي اللي مولود جديد ده مش هشوفه. يا معلم، هما اكيد هيبعتوا لك صورته على النت وتشوفه وتفرح بيه وكل حاجه. يعني النت مش زي الحقيقه برضو، مش هبقى شفته في الحقيقه. بعدين في حاجه مأثره فيا قوي، الكبير كان متضايق قوي اني مسافر. متضايق ايه وبتاع يا معلم؟ انت هتمشي من هنا والكبير هيرجع للعموديه تاني وكل حاجه تبقى زي الفل، هيزعل منك ليه يعني؟ انا حسيتها، كان متضايق قوي اني مسافر، وبعدين ما كانش فرق معاه خالص حكايه العموديه. طب ما هو لو الكلام كده بقى، يبقى اكيد الكبير هيبقى فرحان جدا ان انت هتروح وتحقق حلمك وتبقى نجم ومشهور. بص، انا وعدك انك اول ما تنزل امريكا هتنسى كل الحوارات دي، بالظبط زي ما كنا جايين. انت مش كنت زعلان انك سايب امريكا وجاي على هنا؟ يا ماشي ماشي. انا بص، انا كده كده شويه كده وافك يعني. لا يلا تشير ابي. يلا بص، انت امشي بس سيبني في حالي كده وانا افك لوحدي. جون تشير ابي. يلا هتوقعني يا ابني. إيه؟ في حد يفك حد كده؟ انت مجنون. ام سوري. امشي 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 يا توماس، امشي. اوكي سوري. هيرب. لا، فصلني من الموت، فصلني من الموت. بروح حتة تانية أزعل فيها. خش. هدية، ازيك؟ How are you doing؟ الحمد لله، نحمد ربنا. احنا كنا جايين عشان نسلم عليكي، توحشينا قوي يا هدية. وانتي كمان يا حبيبتي، هنتوحشوكي اكتر. طب ومستعجلين كده ليه؟ ما تقعدوا تتغدوا الاول. معلش بقى يا هدية، لازم نروح كايرو دلوقتي عشان نلحق ميعاد الطيارة. طيب توصلوا بالسلامة ان شاء الله. والله هنتوحشوك يا سي توماس. ايه ده بجد؟ يو تو يا هدية، بجد انتي كمان هتوحشيني. هدية، عايز اطلب منك طلب، بليز نفذهولي. اول ما تخلفي الواد عايزك تصوريهولي، بس بكاميرا تكون على الاقل 21 ميجا بكسل. بلاش كاميرا الموبايل الحقيره، بتطلع شكله غريب مناخيره عامله كده. وابعتيها لي على الميل بتاعي blondie@hotmail.com. ما هو باين انك ملهوف قوي عشان تشوفه. طب اعمل ايه يا هدية؟ اعمل ايه؟ مش بايدي والله، اكل العيش مزز. لا يا اخويا سافر، احنا برضك نحب لك الخير، بس صدق اسال علينا يا سيجوني، ودنا لو حتى بالتلفون. تلفون ايه يا هدية؟ ما الدنيا اتطورت خلاص يا حبيبتي، دلوقتي في ويب كام، في سكايب.
بليز بليز ما تخليش الكبير يسميه الاسم الغريب اللي عايز يسميه له ده. العترة الكبير الكبير قوي، الواد هيطلع مشوش يعني، العيلة مش ناقصة فريكس. حاضر يا سي جوني. هدية ابعد عيلي. ربنا يكرمك وينجح لك المقاصد قادر يا كريم يا جوني يا ابن الحجة سمنتك. هتوحشيني قوي. وانتو كمان. يلا عاد اتكلوا على الله لحسن انا دمعتي قريبة وما هستحملش العجد دي. Me too. I'm so sensitive. السلام عليكم. ايه ده؟ هما السياح دول جم منين؟ ويلكن ويلكن زيزيز هدية بنتي وزيزيز ابوها. دول مش سواح يا ابوي، مش سواح. مش سواح كيف؟ يا سواح ايه ده؟ طيب البغبغاني الزنجباري دي ده ما فيش منه في مصر خالص. انا قلبت الدنيا عليه النوع دي. قطع معاك كام دي؟ لا ده انا اخدته هديه مع الايبود. هدية. طيب يعني لو فيه منه خلفي ابقى عين لي واحد بس من النوع اللي فين جناحاته. لا ما انا نتفته يا حاج عشان ما يطيرش مني. ايوه ايوه ايوه. تعال يا بوي تعال اقعد هنا، انت ما اكلتش من الصبح. تعال. واني ما اكلتي؟ لا يا بوي، وانا بقول مالي هفتن كده ليه؟ يلا انتوا مع السلامه الاحسن، لو قعدتوا ما هتخلصوا شيء. جود باي. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي يا بي. قول يا بوي قول يا بوي انت ما اكلتش. واني ما اكلتي؟ لا ايه انا بقول مالي هفتاك. الحمد لله شبعت. خلاص السجون الشنط نزلت كلها وبره مع الست أشلي وزي توماس. قلبي ما بيستحملش اللحظات دي بقى. والله هتتوحشني قوي يا سجوني. خلاص خلاص يا عم جابر، الطيارة هتفوت يا عم جابر. اهدى يا عم. سلام يا سجوني. ايه نويت خلاص؟ ايوه يا كبير. والله يا اخي يعني بالرغم انك كنت تافه وبارد وقرفنا معاك، بس الدار دي ما يبقى لهاش حس من غيرك. انا ما كنتش اتوقع ابدا انك تبقى زعلان لو انا مشيت. والله ولا انا، بس زي ما تقول العشره يعني. انت اخويا برضك مهما يكون يا جوني. او ماي جاد انت طلعت سنستف يا كبير. امال انت مفكر ايه؟ احنا يعني لو معاشرين بهيمه كنا هنزعلوا عليها. بص انا اي ثينك انت تقصد حاجه حلوه بس التعبير خانك. انا اقصد يعني ان انت معزتك عندي اكتر من كل البهايم. خلاص خلاص يا كبير. انا بص وصلني الصوره بيرفكت. انا عايزك سؤال، انت من جواك مش زعلان مني؟ شوف انا في الاول كنت زعلان عشان ما تحضرش الولاده وبتحكوا في البيبي، بس يعني ما كرهلكش الخير. انا في ديك الساعه لما تنجح تبقى نجم يعني. اكيد اكيد مش زعلان مني؟ لا ما زعلانش، بس هزعل لو ما سالتش علي. ازاي ما اسالش عليك؟ ده انت اخويا الصغير يا كبير. يعني انا خايف يعني جو التمثيل اللي يخليك تنسى اهلك، تطلع في التلفزيون تقول الفضل يرجع للمخرج والفضل يرجع للمنتج والفضل يرجع للربراب وتنسانا. ما تقلقش انا عمري ما انساكوا ابدا. تعرف انت هتوحشني جامد جدي، وانت هتوحشني جامد ستي. باي يا كبير. سلام يا ولد ابوي. خلاص بقى يا هدرس. هدرس ريلي الميسيو. اني كمان. ايه ده؟ انت فاهم يعني ايه الميسيو؟
أدرس أنا هديك حاجة عشان تفتكرني. لا دي بستعملها. ريلي؟ أيوه ريلي. أدرس اوعى تبيعه. يعني خلاص لسه ناوي على الرحيل تفتكر ملهوش بديل. سو كيوت. هنتشوقوا ليكي يا ست شلي. انا عملت لك اضافه على الفيك بوك عشان يبقى نتشات وكده. فيك اسمه فيس. لا تقولي عليه. طيب المسي يا فيزو. بيس. مي تو. باي باي هاجرس. اهدى 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 ادرس اهدى اهدى مفيش راجل بيعيط. قلت لك هبعت اخدك بس خلص ورقك وتيجي تشتغل معايا لبيس. لا ادي معاك دلوقتي. ما ينفعش يا حبيبي لازم نخلص ورقك. هتيجي معايا ازاي؟ انا عامل حسابي. بص في هنا ديب سري وانا هخش بالشنطه وانت تقفل عليا. يلا اقفل عليا. ما ينفعش انت باين قوي انك انت جوه الشنطه. لا. في بني ادم جوه باين. اقفل عليا اقفل عليا. ادرس لوك تو مي لوك تو مي. انت عارف طريق قد ايه؟ 12 ساعة. هتموت يا مجنون. مش مهم اقفل عليا اقفل عليا. ادرس مفيش راجل بيعيط. تعالى مفيش راجل بيعيط. جود بوي. اول ما اوصل امريكا هبعت لك تذكرة على طول. لو عاصلك معاهم موضوع الورق بتاعك عشان شكلك ويرد بالنسبة لهم مش هيفهموا ستايلك ده، ساعتها هبعت لك شنطة اكبر واحط لك فيها كمان زبيب وزداني عشان يبقى عندك باور طول 12 ساعة. بجد؟ أنا عمري كذبت عليك؟ ماشي يا سدود. فيزو ألف سلامة يا جوني بير. بحبش بوس الشباب لبعض. بلا ما أخده هتوحشنا قوي. كنت عاوز من جنابك خدمة صغيرة كده يا جوني بير. أمرني. يا ريت جنابك أول ما توصل على الولاية المتحدة يبقى كتر خيرك لو تبعت لي 5 تذاكر للفيلم علشان ندخل أنا لو الولا هدرس والحاج أمي وإخواتي كلاتنا. لسه ما تصورش. من خابر لسه ما تصورش. فعاوز جنابك أول ما توصل أمريكا تبعت لي 5 تذاكر عشان ندخل ونتفرج على الولا هدرس أمي والحاج. ماشي هبعت لك 5 تذاكر. بس أنتوا هتروحوا تتفرجوا عليه في أمريكا يعني؟ لا يا أمريكية وما هينزلش هنا ولا إيه؟ هينزل هنا. طيب يبقى جنابك تبعت لي 5 تذاكر من الولا هدرس. طيب بصوا بقى هقول لك على حاجة. أنتوا إيه؟ خدوا ادي 100 جنيه اهي. هاتوا بقى انتوا فشار وزيتوا وروحوا اتفرجوا على الفيلم. ربنا يحرمنا منك يا جنبي. لا ايه؟ لا دي غرسك يا عم. لا ادي معاك. لا ما قلت لك مش ادي معاك. بس اوعى. لا لا ولا ادي معاك. ايه ده؟ معاك يا مجنون ده ولا ايه؟ سدوني ادي معاك يا سدوني. لا سجوني. خلاص عادي يا عم جابر انت تقلبها مسلسل تلفزيوني ولا ايه؟ سجوني حيتوحشني قوي كبير. وحشتني كمان. خلاص يا عم جابر خلاص عادي. ايه القرف ده تعمل ايه؟ يا كبير بلا مؤاخذة لكون جيت في وقت مش مناسب ولا حاجة. عاوز ايه انت؟ في واحدة قاعدة في الأوضة دي بينها الأوضة دي مالها؟ بينها بتولد. بوه هدي ومتصربع كده ليه؟ يا رب يا استر. ما قدرتك وبعدك استر يا رب. يا دي الفال الاسود تبكي ليه انت؟ فرحان يا كبير، فرحان اني هشوف ولادك وهشوف احفاد الكبير قوي. وهي دي طريقة تعبير عن الفرحة يا راجل انت؟ يابا خمرت عكلني. يا رب يا ابو بعدك استر يا رب. بعدك يا استاذ. هي البت اللي بتصرخ جوا دي تكونش عامله عامله ولا بينها سرقه حاجه؟ سرقه حاجه ايه يا حاج؟
أنا ناقصك أنا كمان. أمال بتضربوها ليه؟ عشان إحنا زبالة وأخلاقنا واطية. دي بنتك يا حاج بتولد. أبا هدية هدية حامل. الحمد لله يا ألف نهار أبيض يا ألف بركة. طب مش تقولوا لي وأنا مش أبوها ولا يعني عايزيني أعرف ساعتها إيه زي الغور؟ ما قلت لك يا حاج إحنا زبالة. هتكلم مين يا حاج؟ هتكلم مين؟ أكلم الكبير جزه ولازم يعرف. طب قول لي عايز تقول له إيه؟ أنا هشوفه كمان شوية. أيوه قول له إن هدية مرته الحمد لله نجحت في الثانوية العامة. قلتم؟ ايوه قلتم من حاجك. ما انت فرحان، هو في حد جدك؟ مبروك يا كبير، الف مبروك. ماما نيني ود ولا بنت؟ بسم الله ما شاء الله، زي القمر يخرب بيت ابوكم. الحمد لله على السلامه يا بقره. اقطعني، قصدي اقول الحمد لله على السلامه يا بيبي. الله يسلمك يا كبير يا ابو العيال. بس تعرفي العيال دي مش شبهي خالص. مول شبه مين؟ شبه القمر يا قمر. زغردو زغردو يا حبايبي زغردو جدو جدو يا هدية. لفين العيال أوكلهم؟ شكلهم جعانين. هتأكلهم إيه يا حاج أنت؟ موز. موز إيه يا أبوي اللي هتوكله لهم؟ أقعد يا أبوي أقعد ريح عشان خاطري. طيب أروح أني أعمل لهم سندوتشات ياخذوهم معاهم وهم رايحين المدرسة. إلا زعما في سنة كام دلوقتي؟ دهفة تانية أول ودهفة تانية تالت. اقعد يا حاج ما طلعش عين اللي خلفونا. هاي ألف حمد وشكر ليك يا رب. طلبت منك واد جبت لي تنين. تعرف يا بت العيلة عندينا كلها تقدر بيجيبوا توائم على طول ما عدا جدي جاب فترك. مالك يا كبير، خلفة الولاد أحسن بكثير من خلفة البنات. أنا عندي سبع بنات وولدين، باين هما ولدين وست بنات لو حسب. أنا عندي أربع بنات وظابط. تعمل إيه يا حاج أنت؟ هو هني نص ممكن؟ لا هني كتزيري. اطلع برا يا حاج اشرب سجاير برا الدوار لو سمحت. ايه عندك حق، انا اسف. ايه هطلع انا كمان عشان ايه احضر السندوتشات بتاعت الاولاد عشان زمان الباص بتاع المدرسه جاي عشان ياخدني. ابوك ده في البلاله. سيبك انت، انا الفرحه النهارده ما ساعدنيش. ربنا يخليهم لك ويتربوا في عزك ويبقوا عزوتك قادر يا كريم. اللهم امين. تفرح بيهم يا هدية، يا أحلى هدية بعتها لي ربنا. تكسفنيش عادي يا كبير. امشي اطلع برا يا رجل يا الأحسن، امشي ما نكسرش خم النهاردة. ليه يا كبير؟ ده أنا فرحان لك والله. دي خلقة واحد فرحان، أمال لو زعلان هتبقى كيف؟ خلاص خلاص يا كبير، ما حكيش تاني. بس خليني ألفح العيلين دول على كتفي يا كبير. روح خلص عياط الأول ونف وامسح ايدك بويبز وتعال شيلهم. مين اللي هيربيهم غيرك يا رجل يا طيب؟ بر 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 امشي وقف الباب وراك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. راجل نكد، خميرة نكد. قسما عظما يا جابر لو ما مشيتش دلوقت لازم كسر نفوخك. مش انا اللي بخبط يا كبير. امال مين؟ Guess who's back؟ اهدى جوني، انت ما سافرتش اياه. ده اسمه كلام برضه يا كبير. اسافر ما اشوفش ابن اخويا؟ والله فيك الخير يا ود ابوي. يو تو براذر. الحمد لله على السلامه يا هديه. الله يسلمك يا جوني، تعال شوف ولاد اخوك. وات؟ ولاد؟ No way. انت عملتها برضو يا كبير؟ تو توينز. هما فين ولاد الكلب دول؟ ايه الحمريه دي يا عم انت؟ يا مرحب. الله يخليك. اني ابص للانسان قدامي اعرفه من شخصيته. ربنا يخليك. الملامح والوجه الجميل دي
والمنخار الكبير دي والعظمة دي. يكرمك يا عم الحاج. الله يكرمك. لو في حد ياخد لنا صورة معك كده عشان اتشرف بيها. دي حاجات يعني بسيطة كلها مش سهلة. يا راجل عم تتواضعش، سماهم على وجوههم. يكرمك يا عم الحاج، ربنا يخليك. داني يعني أنا اللي كان هوني مين؟ جلابك يا عم الحاج درديري. أيوة درديري. أمال الباشا هيبقى مين؟ لا ما أنا بقالي ساعة بقول لجلابك أنا فزاع غفير الكبير. قم في الزعمة في عينيك، هات لي كعب شاي. أمر جنابك. فزاع وغفير، هو الكبير بيشغل روس عنده. صباح ال السلام عليكم. وعليكم، في إيه؟ هو مش ده برضك البيت بتاع الكبير هاو هاو؟ أو ماي جاد، سو كيوت، حلوين قوي ولاد الكلب دول. ما تلم نفسك يا دي، أنت في إيه؟ سوري مان، بهزر معاك. ها ربنا هو بعت لك ولدين عشان ما تتخانقوش مع بعض في تسميتهم، ناوي تسميهم ايه؟ انا هسمي الواد ده جوني عشان افتكرك وانت مسافر. حلوه منك قوي دي يا كبير بجد. هسمي التاني ايه يا هدايا؟ انت اللي هتسميه يا جوني. لا انا مش مامته، انت اللي مامته. هتسميه ايه؟ لا والله ما حد مسميه غيرك انت. ما هو خلاص البيع احرجني بادبه، هنسميه ايه يعني غير العتره؟ بس على الورق الرسمي بس، في الحقيقه دلعوا اي حاجه تاني، بول، بقلط، حموده، اي حاجه. اوكي ماشي يا كبير. فيه واحد مستنيك انت وجوني تحت. مين ده؟ بيقول ان اخوك. اخويا ايه يا حاج درديري؟ ما اخويا. ها ما خبرش عاد، هو مستنيك تحت وخليص. طب ما تيجي يا معلم نشوف عايز ايه. ده تعال نشوف. انا بصلاة على النبي اسمي حزل الام الكبير قوي قوي الكبير قوي قوي. هما اتنين قوي. اخونا؟ الله انت اخواتي؟ يا ما انت كريم يا رب. يعني عندي اخ اشقر واخ الله، تعرفين احنا ناقصنا اخ صيني واخ اسمر ونبقى كل الانواع. بما اننا بقى اخوات ها يبقى على رأي المثل إذا كنتوا أخوات اتحاسبوا. أنا شاكب راكب بالصلاة على النبي كده بمواصلاتي، هاخد من المراس السولس يعني اللي هو معناه التولت، وهاخد العمودية كمان. ماشي يلا بقى، فين بقى المستندات بقى والكمبيالات والسكات وال ها؟ يا وقع مرابرابا ده باينا هيبقى مرار طافح.